باش نشعلو العافية. صحت قرا علي عزيزة على الوالد. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فلوج جديد معنا اليوم. هاي اليوم ان شاء الله الفلوج ديال اليوم غادي يكون على غادي نمشيو نديرو بيكنيك، غادي نمشيو نشعلو العافيه في السبيطار شويه، غنمشيو للخله ديال دبي. اليوم غنوريكم الخله ديال دبي. حنا دابا وصلنا للمول، جينا باش نتغداو شويه داكشي اللي غيخصنا، سمعنا حتى حاجه في الدار، غنشريو كلشي من عطا زيد. وخليكم معنا باش تشوفوا الفلوج كامل وتشوفوا الشوا وتشوفوا البيكنيك اللي غنديروا اليوم. غادي نشوفوا شي شويه ناخذوا الشعاله. النظر ديال العرس والنظر ديال الحال. ما نساوش الماء باش حنا غادي ندير الخلا. هلو هلو هلو، وحنا كملنا التقضية، دابا غادي نمشيو. يلا نمشيو دغيا، قهرتني الشمس. حنا يلاه وصلنا كما شفتو قبيله شويه تلفنا. يلاه بلا ما نطول الهضره، خلينا نستفو خلاص باش نوجدو الشوا ونوجدو داكشي اللي شرينا باش ناكلو. دابا اول حاجه مع المحشنه كلشي غادي نصاوبو الشوايه فوق الشوايه. كملنا التصاوب ديال الشوايه، خاصنا شويه ديال العود. ايكيو شنو مشيتي جبتي؟ يلا باش نشعلو.
باش عندنا العافيه وانا غادي نبدا نقطع شويه الخضره اللي جبنا معنا من الدار. جبنا معنا شويه ديال البصله ومطيشه وعاد داكشي اللي شرينا من كاليفور اللحم والدجاج وجبنا السوسيس. يلا كنديرو مليحة وكمون صح مليحة والبزار شوية ديال شو سميتو؟ ديال الجبل روزماري الحمد لله شو بغيتي دير ناكل الفيش تا واحد الغريبي كيجي هي غتشوفك دابا هاد المشا ولا بغات تسكت ملي جينا هنا اش بغيتي فحنا كملنا كلينا وارتاحينا شويه ولا واحد الغريبي زوين هنا غادي نجمعوا هادشي كله وغادي نعاودوا ندخلوا مازال داخل شويه باش نشوفوا شنو كاين حيت اول مره كنجيو باش نعرفوا شنو فيها باش المره الجايه ان شاء الله الا جينا نعرفوا واش نبلتو هنا ولا تما يلا نجمعوا
كملنا تقريبا صافي سالينا جينا ضربنا دوره من بعد ما كلينا وجمعنا داك الشيء كلها عامره بليلك بحال هكا صراحه بلاصه زوينه ودابا بدا البرد شويه كيتحرك غادي نحاولوا نمشيو دابا شويه باش يلا نوصلوا للدار حيت بعيده يمكن خصنا شي 45 دقيقه باش نوصلوا. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وانكم تونستوا معايا شويه وانكم فوجتوا معايا شويه. شكرا بزاف على المتابعه حتى الاخر ديال الفيديو. كنشكركم بزاف على الكومونتيرات ديالكم واللايكات وكل شيء اللي كديروا في اليوتيوب. فدابا غادي نقول لكم مع السلامه الفيديو جاي ان شاء الله بحلقة جديدة ان شاء الله بموضوع جديد ان شاء الله. تهلاو في راسكم بزاف ونشوفكم عن قريب. باي باي باي.